بفقراتنا الصباحية. هلا رح نحكي عن الأشخاص اللي بيعانوا من الحساسية تجاه أغذية معينة. كثير من الأشخاص عندهم حساسية أو ردة فعل من نوع معين من الغذاء بيتناولوا، وخصوصا عند الأطفال بالمراحل الطفولة المبكرة، ممكن بعد مع تزايد العمر ممكن أنه تخف عنده هاي الحالة. يا سلمى، أكيد ليلى، البعض بيقول انه هي الاسباب ممكن تكون لفرط النشاط الحركي عند الاطفال، والبعض الاخر بيعزي هذا الموضوع لاسباب اخرى مثل التعب المزمن او التهاب المفاصل او حتى الاكتئاب. ولكن بشكل عام الدراسات ما اكدت مؤخرا الاسباب او الارتباطات، لحتى نعرف كثير كمان في ناس بتخلط بين الحساسيه الغذائيه وبين داء الزلاقي اللي بيصفي بعض الاشخاص من مكونات معينه اذا تناولوها. هذا الموضوع كثير كبير وصار في كثير دراسات عليه مؤخرا، وبالسنوات الاخيره صرنا نشوف انظمه غذائيه مخصوص لبعض الاشخاص اللي عندهم هي الامراض. خلينا نتعرف على التفاصيل والفرق بين اللي حكينا عنه والاجابات مع ضيفتنا بالاستوديو الدكتوره دينا العطار، وهي اختصاصيه في التغذيه. يسعد صباحك دكتوره. اهلا وسهلا. صباحك. اهلا وسهلا. صباحك دكتوره. اهلا وسهلا فيك. طبعا كثير اشخاص بيتعرضوا لهي الحساسيه من نوع اغذيه معين، او ممكن تكون عندهم هي الحالة من الطفولة، ممكن بمراحل كبيرة ما بعرف إذا بتبقى عندهم حسب يمكن نقص مناعة أو أي شيء. خلينا بالبداية نحكي نعرف شو هي الحساسية الغذائية. الحساسية الغذائية هي ردة فعل مناعية غير طبيعية تجاه أي نوع من أنواع الطعام، يعني هي ردة فعل الجسم تماما، وهي تتعلق بالجهاز المناعي مو بالاضطرابات الهضمية. يعني وقت نقول حساسية غذائية تماما هي تتعلق بالجهاز المناعي، بردة فعل الجهاز المناعي اتجاه هذا المكون اللي داخل الجسم. طيب دكتورة، في كتير يمكن أعراض تتشابه ببعض الأمراض، يعني سواء مثلا داء زلاقي أحيانا هو بيكون الشخص ما بيعرف أنه عنده هذا المرض، بيأكل كذا أكلة بس هي شغلة واحدة، مكون معين يمكن الجلوتين هو اللي بيؤدي لل وأشخاص ثانيين عندهم حساسية غذائية كمان ما بيعرف شو اللي أدى لها الحساسية. الأعراض، خلينا نعرف الأعراض، هل بنقدر نميز ولا طبعًا لا بدنا طبعًا تحليل؟ هلا رحنا بتتميز الأعراض بين أعراض خفيفة وبين أعراض شديدة جدا. دائما الحساسية الغذائية أعراضها شديدة جدا. الاضطرابات الهضمية أو الداء الزلاقي هي أعراض خفيفة مقبولة، يعني مثلا الأعراض مثل انتفاخ، ألم بالبطن، إسهال، هدول ممكن يمروا، ممكن توصل لأكثر شوي مثلا، بس ما بتوصل بمثل الحساسية الغذائية. الحساسية الغذائية فور تناول يعني المكون الغذائي بخلاف شو ما كان هو، ممكن بعد 20 دقيقة بعد 15 دقيقة تشوف في شغلات يعني كتير، طفح جلدي، حكة، ممكن توصل لوزمة، لاختناق، تسرع بضربات القلب، يعني في أعراض شديدة جدا ممكن تلاقيها بعد 20 ل 25 دقيقة، أو ممكن تضل فترة طويلة بعد ساعة بعد ساعتين حسب استجابة الجسم تماما، وحسب هو نوع المحفز والكمية اللي أخذينا. المشكلة أنه هدول الأمور تختلف من شخص لآخر، يعني ممكن واحد يعني بعض الأحيان إذا لمس الدرقنة لنفترض ممكن يتحسس تماما، في حدا ممكن إذا أكل أربع درقنات لحتى تبين عنده مثلا، عرفتي كيف؟ لا ما شرط، هي ما لك بما أنها هي حسب استجابة الجسم، فممكن يكون المحفز سريع ممكن يكون لبعد فترة معينة، باختلاف الأعراض، اختلاف الأعراض بين دائما كمان بين الأطفال والكبار بتختلف. خلينا نتوسع شوي ونحكي عن أنواع لهي الحساسية. أكيد مثل ما ذكرتي أنه أحيانا من الأكل، أحيانا من لمس شيء ممكن الشخص يتحسس، كيف الشخص ممكن أنه يعرف أو يميز بين أنواع هي الحساسية؟ ممكن تكون خفيفة أو ممكن تكون شديدة؟ طبعا ممكن تكون خفيفة وممكن تكون شديدة حسب ما حكينا، أنه حسب الأعراض الناتجة عنها. هلأ وقت تشخص الشخص أنه هو مصاب بحساسية غذائية، فحيعرف أنه أنا أول شيء لازم أمتنع عن هذا المسبب. هلأ هتقولي لي كيف حيعرف أنه أنا من هي القصة بالذات؟ أنا أكلي مثلا أكلي فيها كذا مكون، نفترض أكلي أنا ساندويش مثلا فيها جاج، فيها خبز، فيها مقلي، فيها بطاطا، فيها مايونيز، ما حأعرف من أي. هلأ بجوز أول مرة أنت ما تعرفي تمام، بس ثاني مره حتعرفي انه انا هذيك المره بالفعل وقت صارت معي مثلا اكلت هالاكله، ثاني مره تكررت من نفس الطعام، فحقدر ميز بعد فتره انه شو هو اللي انا سبب لي هذا الموضوع تماما. هلا مثلا اللي دائما بالاشياء السهله ببين معنا اكثر، مثلا وقت بيكون مثلا تحسس من
القمح او مثلا من مثل ما بنقول مثلا من الحليب، ان هدول بيبينوا معنا فورا لانه معهم مختلطين كثير. فهن اي والتحسس بعض الاحيان من الفواكه ممكن يكون مثلا، فكمان بيبين معنا فورا انه التشخيص هذا الموضوع هو الاكثر اللي بيهمنا، انه رحنا كيف بدنا نشخص انه رحنا مصابين بحساسيه غذائيه او باضطراب هضمي. هون الفرق. الحساسيه الغذائيه تحتاج منا مو بس لتشخيص الطبيب او لبس الملاحظه، تحتاج منا الى اختبارات، ممكن عن طريق اختبارات الدم يلي هي بتبين لنا انه في مضادات بالجسم نشأت من الجهاز المناعي تجاه هذا الجسم اللي دخل الجسم، او عباره عن اختبارات تحت الجلد بتكون بحقن الماده نفسها على الجلد، وبنستنى من 15 ل 20 دقيقه وبنشوف اذا صار احمرار، اذا صار تهيج، اذا صارت وزمه وعائيه، فبنعرف تماما انه من هي الاختبارات، يعني بنحط كذا ماده وبنعمل عليها اختبارات لنوصل للماده اللي هي عملت الحساسيه تماما. طيب دكتورة، يعني بما أنه حضرتك حكيتي عن أن كيف بنقدر نشخص الحساسية، متى ما راح المريض لعند الطبيب وتم معرفة أنه هو عم بيعاني من الحساسية الغذائية، نمط حياته قديش بيختلف وكيف بيتم العلاج؟ هل هي في إلى علاج أم لا؟ نحن بدنا نقول هاي الحساسية مرض مزمن، بالتالي أنا بس بخفف من أعراضه، ما فيني أني ألغي 100%. هلأ للأسف أنه هي مرض مزمن وأنا ما فيني أعمل أي شيء، يعني أنا فيني خفف من أعراضه. أهم شيء هو نحن نمتنع عن المادة الغذائية اللي مسببت لنا هاي الحساسية. بأغلب الأحيان بتلاقي بيعرفوا حالة أنه بتحسس، وإنسان بتحسس من الحليب، بتحسس من العسل، بتحسس من القمح، بتحسس من الفواكه، فبيبتعدوا عنا يعني. وتختلف أحيانا تفاجئي مثلا أنه بنوع من الأنواع، في ناس تتحسس من البندورة، يعني اللي أنت مثلا بتقولي شيء ما ممكن الواحد تتحسس منه، وفي ناس تتحسس حتى كأطفال من الموز، يعني عرفتي. فهدول بخلاف ما فيك تقولي انه هي بشكل عام هي موجودة. يعني هلا الأكثر الأنواع اللي هي بصير حساسية عليها هي مثلا رحنا بنقول خاصة عند الأولاد الفول السوداني، الصويا، الحليب، القمح، هدول أكثر شيء متعارف فيهم عند الأطفال بالذات. عند الكبار في عندك المكسرات، في عندك المأكولات البحرية، هدول كثير كمان متعارف عليهم انه ممكن يعملوا هاي الحساسيه. احنا مجرد ما ابتعدنا عن المسبب فهو يعني خير. فينا نقول ما في علاج دائم او دواء او اي شيء ممكن ينعطى، بس الابتعاد عن هذا الشيء مدى الحياه فينا نقول. تماما. هي حساسيه غذائيه هي مع انه خلص يعني هي مشكله باستجابه الجهاز المناعي، وانا ما فيني اعمل شيء بهي الموضوع. هلا اللي بصير عنا بس بالحالات الصعبه اللي بصير فيها شيء فجائي، كنت بمكان معين اكلت شيء وانا ماني منتبهه او لسه ما عرفت حالي انه انا هي، ممكن تصير حالات كثير صعبه. فورا على المشفى بيحددوا الموضوع وبنعطي دغري فورا حقن ادرينالين لنخفف الهجمه تبع الحساسيه، او ممكن دائما نكون بادويه الحساسيه الاعتياديه مضادات الهستامين اللي ممكن ناخذها. باعتبار عم نحكي عن الاطعمه الاكثر، الاطعمه اللي هي بتسبب حساسيه مثل ما ذكرنا، من حسب شخص، في اشخاص ما بيتحسسوا من اي نوع من الاكل. تمام. يمكن ذكرتي من شوي انه هي المناعه اللي لها علاقه بهذا الشيء. ممكن في أشخاص البيض، خلينا نحكي هي متعارف، يعني هي المعلومة دائما يعني بين الناس إنه أنا بس أكل بيض بالصيف ممكن أتحسس، بس مو هي الحساسية الضخمة اللي بيصير شري أو طفح جلدي، ممكن بيظهر شوية حبوب بالوجه أو بالجسم، بيقولوا إنه أكل هي الأكلة بدرجات الحرارة بتحسس الجسم، هي اللي هي لها علاقة بالحساسية الغذائية. هلأ طبعا، لأنه بعض الأحيان هي الأمور بتحفز الجهاز المناعي يعمل ردة فعل. تماما. بأمور بعض الأحيان ليش عم لك، يعني هي الحساسية هي مختلفة من حدا لحدا، رغم أن العمل الوراثي بيلعب دور فيها، فبنلاقيها أكثر مثلا عند الأطفال اللي عندهم آباء أو قصة وراثية عائلية فيها حساسية غذائية لو مختلفة. يعني مثلا بتلاقي عند الأب ربو، بس الولد اجى عنده حساسيه غذائيه على بعض انواع الطعام، بس هو العامل الوراثي طبعا موجود. اللي حلو انه ليش احنا بنقول انه عند الاطفال بتتحسن بعد مرور الوقت، لانه بيكون اكتمل الجهاز المناعي عندهم، قوي الجهاز المناعي، حتى الجهاز الهضمي قوي وصار يقدر يتعامل مع الموضوع اكثر. فلذلك بنقول عند الاطفال ممكن تروح، اما تشخص عند الكبار بالاغلب ما بتروح، يعني خلص بالاغلب بتضل طول العمر اكيد. طيب دكتوره، يعني في
كثير تفاصيل الناس بتجهلها عن هذا الموضوع، وبالتالي فبنشوف ناس مثلا اي شيء بيصير معها بتفتح احيانا بتقرا على الانترنت، تاخذ وصفات جاهزه، بتكتب السؤال وبتشوف شو رح يطلع لها اجابه من دون ما تتوجه لدكتور او انها تعمل تحاليل. قد ايه بياثر هذا الشيء بنسبه السيطره على الحساسيه الغذائيه عند المريض، وقد ايه ممكن تتفاقم؟ هل الى مخاطر اخرى؟ يعني مثلا قلنا بعض انواع الحساسيه ممكن تعمل شرى، ممكن تعمل نوبات، هل إلى مخاطر أخرى؟ ممكن تعمل ردات فعل قوية بالجسم إذا ما تم الانتباه لها وتشخيصها بالشكل وبالوقت المناسب؟ هلأ للأسف أنه بالحالات الشديدة ممكن تؤدي لاختناق، يعني بتلاقي المريض وصلان على المشفى بحالة كتير صعبة، يعني بيعدي لاختناق، بيعدي يعني ليش قلت لك الحالات الخفيفة كأسهال كألم بطني ممكن يسيطر عليها بشكل طبيعي، بس في حالات تؤدي عن جد لاختناق، لأنه هو مجرد ما يصير أنه عندك حكي، عندك حتى حكي بالعين، حتى الأحمرار، حتى بيصير الوزمة ممكن تكون تتشكل هون بالأمور التنفسية، يعني فبشكلنا حتى اختناق، ممكن زيادة بنبضات القلب، خاصة إذا المريض يعاني من مرض آخر، فممكن يصير تداخل بالأعراض وتداخل بهي الفترة الخطيرة. فلذلك رحنا أنا ما نريد أنه دايما نتثقف من الانترنت، من مواقع التواصل الاجتماعي، بس ما نعتمد عليها كعلاج. حتى لو أنا قريت عن الموضوع لأخذ فكرة أو خلفية عن الموضوع، بس أعتمد على الدواء، وصف الدواء ليس من الانترنت، من الطبيب، لأنه كل شخص عنده شيء معين يختلف عن شخص الآخر. طب دكتورة، في كتير أشخاص ذكرنا من شوي أنه التحسس من القمح بيكون أطفال، أكيد مادة السيريلاك هي من القمح، بيتحسسوا منها، منعناهم عنها أو بمراحلهم العمرية لبعدين بيتحسسوا من هي المادة، بيصير في خلط أحيانا بين الداء الزلاقي والتحسس الغذائي، هداك بيلجأوا فيه لتناول خبز الذرة أو أي شيء بعيدا. طب لأي مرحلة ممكن أنا أمنع هذا الطفل أو هذا الشخص من تناول؟ أكيد الخبز هي وجبة أساسية، خلينا نقول هلأ خلينا نحكي أول شيء أنه هو تحسس، يعني الداء الزلاقي هو له علاقة بانفراز المواد بالسبيل الهضمي، ما له علاقة بردة الفعل تبع جهاز المناعة، هذا يختلف عن هذا. فطالما أنا هو، لكن كثير أشخاص يخلطوا بيناتهم تماما، طالما هو مو حساسية وعم تعطيني هي الأعراض تماما، هي مجرد أنه هو أنا عدم هضم لهي المادة تماما. مثل هلأ بنحكي كمان عن وقت السكر اللاكتوز ما بنقدر نهضم، منحاول بعد فترة، هلأ بأول فترات مثلا ما منعطي مثل ما قلتي الطفل سيريلاك، بس بعد فترة منلاقيه مثلا طيب القمح موجود بالخبز، إذا عطيته خبزة أنا ما عم يصير معه شيء تماما، منحاول نفوته بشكل تدريجي وبشكل بسيط ومنشوف ردة فعل الطفل عليها. مع كبر الطفل مثل ما قلت لك بجزء إذا كانت هي يتحسن استجابة الجهاز الهضمي وليس المناعي لهي الأمور، يصير يهضمها أكثر. هلأ بعض أحيان رحنا حتى نتجاهلها ككبار، بنقول أنا كل ما باكل خبز مثلا والله سوري بتب البطني، بتضايق، بحس بنفخة من هون للمساء، أنا مزعوجة، ما عارفانة شبني ليك، تقلانة كتير تماما، هي عدم استجابة للجلوتين اللي موجود بالقمح مثلا أو حتى بالشعير، بس رحنا بنتجاهلها، بنعزيها لشغلات أكلت بسرعة، يمكن لما كنت مكتئبة كنت ماني مبسوطة عشان هيك ما هضمت، فبنعزيها لشغلات أخرى. يعني هاي الأمور دايما بالملاحظة وبتسجيل، أنه أنا مثلا أنه ممكن أنا صار معي بهالمرة هاي، فممكن ما مناقشتها مع الطبيب ومع التحاليل المعينة نقدر نوصل لنا شو رحنا عنا تماما. يعني معلومات مجدا اليوم استفدنا منك دكتورة، شكرا لوجودك معنا، ونتمنى الكل يكون قدر يفرق بهي المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا حبيبتي، هلا وسهلا فيك. اكيد بدنا نتشكرك دكتورة، نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتيها. هلا لوين رح نروح سلمى؟ هلا رح نروح للادقية.